مشاهدي نهارك سعيد. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحجب نعمة من نعمه على خلقه زي نعمة البصر مثلا انه معناها ان هو الشخص ده او الانسان ده ما عندوش نعم كتير جدا ممكن يكون عبقري فيها. الاديب الدكتور طه حسين، الملحن سيد مكاوي، وكثيرين بقى فنانين وادباء وعلماء في جميع انحاء العالم، لكن محتاجين في الاول وخصوصا وهم اطفال ان احنا نقف بس جنبهم، نحاول نوجه القبلة بتاعتهم ونعلمهم شوية حاجات صغيرة لغاية لما يبقوا على الطريق فقط. بعد كده بيحصل نوع من سبحانه وتعالى، بيبقى فيه نوع من العبقرية. وحضراتكم أكيد عارفين في السنوات اللي فاتت بنشوف رياضيين ذوي احتياجات خاصة بيجيبوا ميداليات ما بيجيبهاش الإنسان اللي كامل من الناحية البصرية ولا السمعية ولا ولا ولا. معانا النهاردة مؤسسة محترمة، وهي المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. هنتكلم عنها، هنعرف هم وصلوا لإيه، هم بقالهم قد إيه، بيعملوا إيه جوه المؤسسة دي. معايا ضيفتي الأستاذة ليلي عطلة، المدير التنفيذي للمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. والأستاذة إنجي موريس، مدرسة في مركز تأهيل الأطفال برضو في نفس المؤسسة. صباح الخير يا إنجي. صباح النور. نهاركم سعيد ومشرفين. ميرسي. نهار حضرتك. أستاذة ليلي، هبتدي معاكي بعد إذنك وتقولي لي المؤسسة دي بقالها قد إيه؟ المؤسسة من 2009 وبدأنا بفكر جديد تماما، إنه عايزين نعمل شيء يدفع عجلة التنمية في المجتمع. فبدأنا بكورسات للمكفوفين، 260 كفيف، نديهم كورسات في مهارة الاتصال. أنا بتهيألي إنه كل الناس بتحتاج مهارة في الاتصال وفي التواصل وفي الاستماع وفي الحوار الجيد. وبعدين بنديهم كورسات كمبيوتر، وسهل جدا الكفيف إنه يشتغل على الكمبيوتر. نعم. وبعد الكورسات بيقعد الكفيف عندنا 3 شهور. بعدها بنعمل توظيف فعلي للكفيف في أماكن كتيرة في المؤسسات الخاصة في المجتمع. أستاذة ليلي، الأعمار اللي بتخش عندكم المؤسسة بداية من كام لغاية كام؟ هو احنا دايما بنفضل الفريش جرادويتس اللي لسه متخرجين جديد، لانه بيبقى مخه يعني نشيط انه يستوعب اشياء كتيره. فبنبدا من سن 20 21 لغايه 35 سنه. لكن مش معنى كده ان كنتم ما عندكمش حاجه خاصه او فرع خاص بالاطفال للاطفال؟ لا، انا هقول حضرتك انه بدايه المشروع بتاعنا كان مع الشباب الكبار. تمام. وخلال فترة وجود الشاب الكفيف عندي في المكان 3 شهور، لاحظنا انه في حاجات كتيرة 3 شهور دي مش ممكن هتغيرها، في السلوك مثلا، في القعدة، في المشي. فكرنا في حاجتين. نعم. اول حاجة انه نعمل مركز تأهيل للأطفال المكفوفين عشان نبتدي التنشئة من البداية تكون تنشئة سليمة. نعم. من هنا جت فكرة انشاء مركز تأهيل أطفال المكفوفين وتوعية ذويهم. يعني الأم بتاخد توعية في المكان زي ما الطفل عندنا بيبقى متواجد في المكان، لأن الأم أكتر واحدة بتبقى مش عارفة تعمل إيه. نعم. لما يبقى عندها طفل كفيف أو طفل أصم. دي أول حاجة. تاني حاجة زارت معنا مشكلة في التدريبات، إنه لما يبقى الكفيف معاه لغة إنجليزي مرتبه بيزيد جدا في الشركات. عظيم. فإن شاء الله يوم 15 أكتوبر هنفتتح أول معمل لغة إنجليزي للمكفوفين في الشرق الأوسط. حلو قوي. وده بيبقى مصدق من الأميديست. وهدفنا أنه نعالج نقطة اللغة، لأنه صعب جدا على المكفوفين أنهم يخشوا أقسام الكليات اللي فيها لغة، لأن هم أساسا محرومين من دخول أي قسم غير القسم الأدبي. أستاذة ليلي، هنرجع لك تاني، بس أستاذة إنجي موريس، صباح الخير. صباح. منورانا. حضرتك مدرسة في مركز تأهيل الأطفال. بقالك قد إيه جوه المؤسسة بعد إذنك؟ يعني سنة ونص، سنتين يعني. سنتين. عظيم. بتدرسي لهم إيه الأطفال؟ الأطفال دول بداية سنهم بيبقى قد إيه، وبتدرسي لهم إيه بالظبط؟ بس لا، هو المركز مفتوح ان يبتدي ياخد من اطفال من سن 6 شهور. عظيم. لكن فعليا جالي اطفال من سن 2 ل5 سنين. حلو قوي. وبتدرس لهم ايه؟ احنا بنحاول في بدايه تدريسنا بيبقى تعديل سلوك اكتر من انه يبقى اكاديمي شويه. كويس. وتنميه مهارات. حلو وطبعا قوي. طبعا توعيه الاهالي اهاليهم بدون يعني.
فبنحاول بقدر الامكان ان احنا ننمي مهاراتهم ونعرفهم العالم المحيط بيه عن طريق اللمس دي في البدايه، على قدر الامكان اللمس والاصوات والحاجات زي كده. عظيم. انجي انجي، انت خريجه ايه او درستي ايه؟ او انا لسانس اداب قسم اجتماع جامعه عين شمس. حلو قوي. واخدت دوره تدريبيه تعديل سلوك. عظيم. الدوره دي حضرتك بتبقى وقتها قد ايه، او مدتها بتبقى قد ايه تقريبا؟ لا حسب، يعني كل مكان وحسب، يعني في مره اسبوعين، مره شهرين، مره 3 شهور كده. عظيم. اعتقد ان الحاجات الاجهزه اللي عندنا على الترابيزه دلوقتي دي انجي انت اللي جايبها لنا. طيب. احنا فعلا بنبتدي. طيب. هستاذنك استاذه ليلي، انا عايز افهم بعد اذنك، ويا ريت ندورها كده سنه استاذه ليلي بعد اذن. ايوه تمام تمام. استاذه انجي فهمينا ايه ده؟ بس احنا فكرنا دي جزء من ادوات مونتسوري، ففكرنا ازاي نحاول نوصل للطفل، لانه سنتين ثلاثه مش هتقدر، او 4 سنين 5 مش هتقدر تتحكم تقول له تعالى نشوف الباب او تعالى نشوف الشباك. عظيم. فانا بقول له مثلا هو سامع صوت العربيه، طب صوت العربيه ده جاي منين؟ فبقول له مثلا ده الشباك مثلا، او تعالى نفتح الشباك او نفتح الباب، فبقول له بص، فبنبتدي نقول له مثلا ده الشباك بيتفتح كذا وده الترباس، فببتدي من هنا اوصل له ان انت كذا حاجه، انت سامع الصوت ده منين وازاي تفتح الباب او الشباك وتقفله. عظيم. فمن هنا بيبقى ابتدى يفكر، وعقله يبتدي يفكر ده ايه. اها. وده بدايه من سن كام بنعلمه الحته دي؟ يعني 4 حسب استجابات الطفل، بس مش من قبل 4 سنين. طب معلش انا عايز اشوف الخشبه الثانيه بعد اذنك برضو نشوفها. ويا ريت سياده المخرج استاذ احمد ممكن ناخد زوم زي ما انت عايز. طبعا دي انواع الترباس، وازاي ده الشنكل بتاع الشيش، يعني اي شيش بتفتحه بتبقى دي شنكل، ان هو بيبقى بيتفتح كده او شباك او باب اي كده. فده وانا ابتدي اقول مثلا ده بص نوع من انواع الشنكل، هو بيشوف الباب ورا، انت لما ببقى في الحضانه مثلا ببقى سايبه له الباب في المركز، ببقى سايبه الباب مفتوح. فببقى عاملاه كده مثلا، عاملاه كده اهو. فبيضطر يشوف ايه ده يا مستر، فبضطر اقول مثلا ده الشنكل بتفتحه كده يا بابا، بيبتدي هو بياخدها في البدايه كلعبه، ان حاجه بتعمل صوت وحاجه بتبتدي تفتح وتقفل. عظيم. فبيبتدي من خلالها. ده مثلا ببقى قافله باب الشقه، اغلبيه الوقت مثلا نبقى عاملين كده نقول باب الشقه بيبقى مقفول بالترباس ده. فابتدي من هنا يدرك. ايوه تمام. واحده واحده بنبتدي بحاسه اللمس. نبتدي دايما نفهم اللمس والسمع، نبتدي نفهم الطفل كل حاجه، اللمس والسمع. بنبتدي نعرف الطفل على كل اللي بيحيط بيه. ده ايه بقى حضرتك ده ايه؟ لا انا ببتدي بقى ايه، احنا في البدايه بس طبعا ما قدرتش اجيب الحاجات دي معايا. اصوات مثلا الحيوانات، القطه، الكلب، من ده بتبتدي من سن سنتين تبتدي اي تقلد الصوت وكده. فانا ببتدي بقى اعرفه ايه الاصوات المرتفعه وايه الاصوات اللي يعني الصوت ده مثلا اعلى من ده ولا لا، فبالتالي هيقول لي ده. نبتدي مع بعض، اني اتخن اني ارفع، فنبتدي نعمل مع بعض ازاي كده. يبتدي من هنا يدرك ايه الاصوات العاليه والواطيه، ونقدر نتعامل مع بعض ايه العالي وايه المنخفض، ايه الغليظ، ايه كده. عظيم عظيم. هل انجي وانت بتدرسي الاطفال انت بتدرسيهم جوه المؤسسه نفسها؟ يعني. طيب وهل بتقابلك اي صعوبات لما يعني مثلا في انك انت تعرفي الطفل اللي قدامك اي موضوع؟ يعني مثلا انت قلتي لي دلوقتي حيوانات، القطه، الكلب مثلا، او يعني حاجات الاليفه مثلا. هل في صعوبه مثلا انك انت المؤسسه تجيب لك كلب، يعني على الاقل ان هو يطبطبوا عليه مثلا؟ لا بحاول اجيب يعني الحاجات الفرو الشبيهه او الحيوانات، يعني جايبه حديقه الحيوان مثلا كشكل الفيل، او لو رحت مثلا مكان زي كده، يعني احنا بنطلع رحلات او كده، فبالتالي ممكن توري له حاجات زي احيانا. عظيم عظيم. كملي بعد اذنك يا انجي. انا مبسوط قوي ان احنا كلنا بنتعرف على الاستاذه انجي بتعمله وبتعلمه للاطفال. احنا في الجانب الاكاديمي بنبتدي نعاول طبعا، مهما كان الطفل بيحتاج ان هو يقرا لو قران او انجيل او اي كتاب برايل. عظيم. فبنبتدي نحاول نعلمه بنبتدي نعلم طريقه برايل. كويس. فدي طريقه ممكن بنبتدي، هو بيلعب كزراير بتلعب، بس احنا عندنا مثلا حرف الظهر بيبتدي من 6 نقط، من 6 نقط، فبيبتدي هو بيلعب على اساس انه بيلعب، لكن انا بخليه يلعب براحته، بيحس ان حاجه بيبتدي يحبها انه يلعب. لما يبتدي يلعب ابتدي اعلمه يقرا بقى، لان دي طريقه برايل، الف ب الحروف الهجائيه طريقه برايل. فابتدي من هنا ابتدي اعلم الاطفال، ومن هنا بيبتدي يعرف مثلا يقرا، زي لو مسك حاجه زي دي هيبتدي يعرف يقراها. يعني ده مثلا البروشور، فده مشروع تدوير كوادر ومهارات المكفين، فمن هنا يبتدي يعرف يقرا. ابتدي من هنا لغايه ما اوصل لهنا. انا بعد اذنك معلش نشيل اللوحه دي تاني.
استاذه انجي بعد اذنك، في فرق ما بين الحروف وما بين الزراير المدوره اللي تحت. ما دي بيقرا، ده بيقرا، والتاني هنا بقرا الف ب. هنا بكتب، بكتب يعني كده، انا بكتب. بكتب على الكمبيوتر قصدك؟ لا، في البرايل مش بتكتب على الكمبيوتر. نفهم، معلش فهميني اكتر. في فرق بين طريقه برايل والكمبيوتر. حلو. الكمبيوتر ده برنامج ناطق اسمه جوس او هيل او البايسونيك، لكن ده حاجه بتقراها، حاجه لمسها انت حاسسها. دي بالصوت، دي ايد انت بتحس، حاسه اللمسه عندك تحس. كويس قوي، كويس تمام. انا كتير قوي بنسمع عن طريق برايت وما شفناهاش، او ما شفناش اللوحه اللي هي انا مبسوط يا استاذه انجي انك انت معانا وبتعرفينا على حاجات جميله جدا. استاذه ليلي، المؤسسه انا عارف ان في بعض البروتوكولات حصلت مع مثلا وزاره التربيه والتعليم، حصلت مع بعض المؤسسات الحكوميه، حضرتك كلميني عنها بعد اذنك. الحقيقه في بدايه مشروعنا كان صعب قوي ان نروح لاي جهه ونقول لها وظفي لي كفيف عندك. الثقافه نفسها ما كانتش موجوده، كان في خوف جامد من التعامل مع المكفوفين. فهذه المؤسسه بتحاول انها تعمل توعيه في اماكن التوظيف. في ناس توظفوا في اماكن كتيره وفي وظائف في الصفوف الاماميه، ولكن الشيء اللي احنا فخورين بيه جدا انه من الاسبوع اللي فات خدمات الدليل 140 اللي هي المصريه للاتصالات وظفت 6 كبدايه. كويس قوي. وكمان المجلس القومي للشباب في مراكز شباب. ده امتى حضرتك اتوظف؟ اتوظف من اسبوع، من 10 ايام بس. حلو قوي. والمركز القومي للشباب أخد شباب متدربين عندنا وشرى أجهزة صوتية اللي هو البرنامج الناطق، وبقى في قسم للمكفوفين في مراكز الشباب. فقدرنا نوظف المحافظات الطلبة بتوعنا بقوا مدربين كمبيوتر في مراكز الشباب. فدي البروتوكولات اللي مع الدولة. إحنا نأمل طبعا أنه يبقى في بروتوكولات مع أماكن كتير، مع البنوك مثلا، أي حتة فيها كول سنتر، يعني هي دي أفضل مكان لتوظيف المكفوفين. هل هو بس الكول سنتر ولا هل ممكن يكون في حاجات تانية؟ يعني بص حياتك، احنا نأمل انه يبقى الموضوع يتوسع اكتر واكتر طبعا، بس دي محتاج تغيير منظومة كاملة. علشان الموضوع يوسع محتاج انه يبقى في موافقة انه المكفوفين يبقى متاح لهم المواد العلمية في الكليات اللي مش أدبية أو اللي مش نظرية. يعني مثلا يخش تجارة، في ناس مكفوفين في دول عربية داخلين تجارة بيشتغلوا في بنوك، لأنه النظام البرايل، الجهاز البرايل الموجود عندنا في المؤسسة بيتيح الإكسل. يعني الكفيف يقدر يعمل شيت إكسل ويشتغل عليه في منتهى الهدوء. عظيم. فحاليا اللي احنا شايفينه متاح للمكفوفين هو الكول سنتر، هو خدمة العملاء. في عندنا مكفوفين اشتغلوا في الاتش ار، يعني بيعمل تصفية للسيفيهات اللي بتوصل له وبيقسمها وبيوزعها على الأقسام المختلفة.